دكتور، عندما يأتيكم طفل لديه أسباب هرمونية معينة ومشاكل تتعلق بالهرمونات، توصوا كخط علاج أول بإعطائه هرمون نمو كمصدر خارجي، ما مدى فاعليته وأمانه؟ هرمون النمو حالياً اللي إحنا بنستخدمه هو هرمون يعني بشري، إحنا بنعتبره هو الآن مش يعني سابقاً كان هذه الهرمونات تأخذ من الحيوانات ومصنعة، حالياً هاي هرمونات بشرية، هاي هرمونات أمينة لدرجة كبيرة جداً، يعني ما في مشاكل تذكر فيها، يعني مشاكلها أشياء بسيطة جداً لا تذكر، كويس مقارنة بحجم الفائدة اللي إحنا بناخدها من العلاج، ومستقبلاً ما لهاش مشاكل. فهذه أي طفل بكون بحاجة إنه إحنا الآن نمشي على الهرمون، الآن بنمشي على الهرمون ومننبه الأهالي للمشاكل البسيطة جداً. التوصيات المتعلقة فيه. بعرف ناس مثلاً ممكن يأخذوه يقول لك خلاص خلينا نحدد يوم بريك الخميس ما نعطي للطفل. إحنا بنفضل في الأطفال إنه إحنا بنعطي في كل الأيام. يعني بساعة معينة دكتور؟ بنفضل في الأطفال برضو بنعطي في الليل عادة ما بين الساعة 8 و9 في الليل، لأنه إحنا أنا بدي الهرمون لما يبلش يشتغل يتزامن مع الهرمون الطبيعي اللي ببلش يشتغل عادة حوالي الساعة 11 الساعة 12 في الليل. هاي نصيحة أخرى بأنه ننتبه لنوم أطفالنا طبعا، لأنه هرمون طبعاً النمو يتم تركيزه أو يكون في أعلى مستوياته خلال فترة طبعاً النوم. الطفل عادة الطفل الطبيعي اللي ما عنده أي مشكلة أو الطفل اللي عنده مشكلة في هرمون النمو بحاجة للهرمون لازم يكون الساعة 10 بالكثير نايم، لأنه الآن إحنا بدنا الهرمونات هذه بتشتغل لما يكون الطفل نايم بشكل أفضل. النوم بحفز من إفراز هرمون النمو، كويس؟ فلازم إحنا الآن نحافظ إنه الآن أطفالنا ناموا بكير وما يقضوا معظم وقتهم هم إيش على التليفونات وإلى آخره. كم تقريباً كم سنتي بيتم إعطاؤه للطفل من خلال هرمون النمو؟ كم يعني راح يكتسب من الطول؟ هذه بتعتمد أول شيء اللي هي على السبب اللي أعطيناه له، إنه مثلا عنده نقص في الهرمون أو لا، الآن في أسباب مرضية أخرى. بيعتمد برضو كمان على عمر الطفل، في أطفال كل ما كان عمر الطفل أقل بيكون استفادتهم أكثر، يعني الآن في الأعمار الأقل لما نبلش إحنا الآن الهرمون في الأعمار الأقل بيكون استفادتهم أكثر من لما إحنا نبلش هرمون على طفل عمره 12 أو 13 سنة، حسب اللي هي صحيح تلعب فيها أكثر من عامل إنه قديش ممكن يستفيد. إلى أي سن يتم إعطاء هرمون النمو؟ هرمون النمو الآن إحنا إذا كان في عنا نقص في هرمون النمو، يعني بالفحوصات طلع في عنا الآن نقص في هرمون النمو، احنا الان بنعطيه لسن البلوغ، وبعد سن البلوغ ممكن نكمل حسب حاجه الطفل. اذا كان يعني بعد ما يسكر العظم تاعه، يعني عاده ممكن الان نكمل حتى بالتعاون مع اللي هي اطباء الغدد للكبار، كويس، اذا كان في داعي في اسباب معينه بنكملها. الاسباب الاخرى عاده لما يجرب اللي هي العظم تاعه يسكر، لما يسكر الان عظم الان الطفل يصير تسارع الان الطول خفيف جدا، يعني اقل من 2 سنتي في السنه، خلاص بكون وقتها انه ما في داعي انه الان نكمل، لانه بيكون حجم الاستفاده منه مش حجم كبير. هل هو امن دكتور هرمون النمو؟ هرمون النمو زي ما حكينا هو هرمون حاليا بشري الان، ولذلك هو آمن لحد كبير جداً.